يعني اتمنى والله ان يكون في ترحيل للبرايم ساير ما يعني شوف اضربه بيد من حديد. انا اناشد تركي الدوسري. لا تناشد احد خلاص مناشد تركي الدوسري ليش هذه الفقره الثانيه اللي هي ساير ترى امس تاخير واليوم ما شفنا احد. شوف يا مس في الامس تركي امس تركي نزل تغريده حط عوينات كذا انه جاي ولكن برضو يا تركي اضرب بيد من حديد خلاص يعني اخذت كل العاطفه الشباب خلك معهم لين قلت لي خلك معهم لين تعبنا ما نقوى اجى راسه الشاشه لازم شاشه رد علي تركي الدوسري راس له دقيقه خلني احكي لا اتهاوش معك الحين فالشاشه تطلب منا ودنا نعطيها بس ما نقدر فاضرب من يدي الحديد رحل براين طلع برا يرجع لبيته يرقد في بيته هذه منافسه اذا ما طلع على الشاشه يقعد في بيته يا اخي احسن ما زالوا الشباب لحد الان في سبات عميق سبات طويل الله يعينهم والله يعيننا والله يعين البرنامج والله يعين تركي الدوسري والله يعين فقرة النقد والله يعين الاعداد والله يعين حتى ابو هشام والله يعين ما الله يعين الجميع احنا اللي علينا سويناه انا اللي علي سويته حتى انا شخصيا رحت وصحيتهم ولكن اللي يقول ماذي هلا هلا والله يا حبيبي قوم عندك مطبخ بالله ليش يا اخي كيف انا ما هو بالاسبوع الجاي يا اخي يا اخي ما ادري وش وضعكم انتم يعني الى متى احنا كذا يا اخي انا اتمنى الى متى احنا كذا اتمنى بقصار جهدي شو اتمنى ايه بقصار جهدي ايه بقصار جهدك ها يا ساير ها اني ادخل طول العمر تركي الدوسري ابو سلطان الان لا 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 ودي نجي الحين شوف الوضع لا والله شوف هو متى ما دخل ما نقول له هو قريه السلطه العليا هو عرفت فمتى ما يبي يدخل يقول له يا فلان توكل لك البديل جبه يبدع في 60 يوم والله يبدع اتوقع انه ممكن ياخذ المركز الاول اللي البديل اللي بتجيبون بديل فهذا قصور يعني ملحوظ الريالتي عندهم الوضع حاولنا نقول بهم كذا ولكن يبون كذا ما نقدر ساير باقي 5 دقائق شوفوا احنا ناس دقيقين حتى في الوقت باقي 5 دقائق وبعد 5 دقائق هذه بيتقفل الباب وتبدا المبارزه الشيفيه او المبارزه في المنيو هذه بيني وبين ساير والله يا وانا شاء الله من الفوز ان شاء الله ولكن اتمنى يا رب يا كريم اطلب معي تكفى قول امين يا الله يا رب يا كريم انك ترزقهم متسابقين ان شاء الله وتحضر بهم ان شاء الله عندنا اليوم يا الله يا رب يا كريم انك تصلحهم وتقومهم يا رب يا الله يا رب يا كريم انك تهديهم ما تقول امين ليش حتى انت بعد بخيل عليها مساير ما تبي تقول امين ما تبي مسحون ليش زعلان طيب ساير زعلان وباذن الله تعالى ان شاء الله